أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن أن حصيلة الاقتتال القبلي في إقليم دارفور غربي البلاد بلغت 248 قتيلاً منذ مطلع أكتوبر الماضي. كان تقرير للأمم المتحدة كشف عن نزوح أكثر من 83,000 شخص منذ أكتوبر من إقليم دارفور جراء العنف. ارتفاع قياسي في حصيلة ضحايا الاقتتال القبلي بإقليم دارفور السوداني. لجنة أطباء السودان المستقلة أعلنت عن سقوط ما يزيد على 200 قتيل، بينما قالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف نزحوا من الإقليم جراء العنف. مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين لآخر اندلاع صراعات دامية بين القبائل العربية والإفريقية بسبب الخلاف على الأرض والموارد ومسارات الرعي. تصاعد أعمال العنف يأتي بالتزامن مع مرور عام على انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور. منظمة هيومان رايتس ووتش دعت الأمم المتحدة لإعادة نشر وجود قوي لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم، مشيرة لأن السلطات فشلت في توفير الحماية والعدالة للمدنيين في مواجهة الانتهاكات، ما ساهم في تصاعد العنف وتدمير القرى وتزايد موجات النزوح لثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق. السلطات السودانية أعلنت نشر قوة قوامها أكثر من 3,000 جندي لحسم الانفلات الأمني في الإقليم، لكن تحقيقاً أجرته هيومان رايتس ووتش في مدينة الجنينة خلص إلى أن القوات المسلحة بقيت مكتوفة الأيدي، بينما جرت هجمات واسعة النطاق تضمنت أعمال قتل ونهب، وهناك بلاغات عن عنف جنسي. اتفاق السلام نص على نزع السلاح ودمج الجماعات المسلحة في القوات النظامية، لكن كافة الترتيبات الأمنية تأخر تنفيذها، ما وضع المدنيين في مرمى وضع أمني متدهور. يوناميتس هي بعثة دولية جديدة فوضت لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية، لكن لا تفويض لديها لحماية المدنيين بشكل مباشر كسابقتها، وباتت مهمتها الرئيسية بناء المؤسسات أكثر من مراقبة حقوق الإنسان، ما خلف بحسب هيومان رايتس ووتش فجوة في مراقبة الانتهاكات تتطلب النشر الفوري لمراقبين دوليين في الإقليم، خاصة ذوي الخبرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي. وللمزيد من التعليق والمناقشة ينضم إلينا من واشنطن مالثان ثوت، الخبير والباحث في الشؤون الأفريقية ورئيس شبكة التجمع من أجل أفريقيا، ومن الخرطوم المحللة السياسية فاطمة علي سعيد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيدة فاطمة، ما الذي أدى إلى تفاقم الأمور بهذا الشكل؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. والله الأمور تفاقمت في دارفور، في إقليم دارفور، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام. هي نسبة لوجود بعض الصراعات بين المزارع والراعي، ولكن الصراع في دارفور هو صراع قديم متجدد كما يزوه البعض بسبب الأديات المتأخرة التي تراكمت كثيرا والتي أدت إلى تفشي الغبن في بعض المكونات القبلية الموجودة في دارفور. سيد فوت، الأمم المتحدة بتغييرها لطبيعة مهمتها في دارفور كيف أثرت على هذا الملف؟ الأمم المتحدة أثرت. مرحبا. أعتقد أن ما يحصل الآن في دارفور ليس جديدا، ولكنه تعزز عبر ما حصل من محاولة انقلاب في العاصمة خرطوم منذ حوالي شهر، وكذلك تفاقم من جراء تأثير التغير المناخي، طبعا النزاع القديم بين الرعاة والمزارعين، والوضع سيء للأسف. والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومات كالولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تفعل كل ما في وسعها لوضع حد لهذا الاقتتال ولمساعدة شعب دارفور. سيدة فاطمة، سيد فوت يشير إلى دور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لكن ما الذي تفعله الحكومة للتعامل مع هذا الموقف في دارفور؟
حقيقة يا سيدة، الحكومة والله الأجهزة الأمنية في دارفور هي تبذل الجهد، وهذا بالتأكيد لتوي إني أتيت من دارفور قبل يومين، فالحكومة تبذل جهدا، لكن المجهود المفترض يبذل من المواطن الموجود في مناطق في بعض المناطق في دارفور اللي بتشهد صراعات، غياب الوعي هو سبب المشاكل. ثانيا تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية أيضا فاقم الوضع في دارفور، ومع اقتراب خروج البعثة تبقى لها شهر أو أقل أن تخرج من الإقليم مرة نهائية، فهو هذا السبب أزم الموقف. فالأجهزة الأمنية تقوم بدورها، لكن المواطن لا يساعد في أن تقوم الأجهزة بدورها. سيدة فاطمة، سأبقى معك. بما أنك كنت في دارفور قبل يومين، لماذا لم تغير اتفاقية جوبا من الموقف هناك؟ اتفاقية جوبا لم تغير بسبب تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية. المواطن في دارفور يحتاج يا سيدي إلى الأمن، والأمن في دارفور مفقود تماما، فملف الترتيبات الأمنية إذا لم ينفذ فلن يكون استقرار في دارفور، وحيستمر الصراع أيضا، خاصة مع توقيع اتفاق السلام كان الناس ينتظرون يعني الأمل الكبير في 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 الأمن والاستقرار المواطن. الآن في دارفور هناك مناطق لا تستطيع أن تذهب لوحدك إلا أن تكون معك قوة لتحميك، لتكون قوة للحماية. فأنا بعزو السبب بأنه ملف الترتيبات الأمنية ضروري يشرع تنفيذه في أقرب وقت ممكن لإيقاف نزيف الدم بدارفور. سيد فوت، ما تشير إليه ضيفتي أيضا يعزز الصورة المتعلقة بنزوح أكثر من 83 ألف شخص سواء إلى دول الجوار أو لمناطق أخرى في الداخل السوداني. هل سيحرك هذا دول الجوار والاتحاد الأفريقي لبذل مزيد من الجهود سيد فوت؟ أعتقد أنه من الواضح أنه لابد من أن يحاول الاتحاد الأفريقي أن يلعب دورا أساسيا لحل هذه الأزمة. طبعا يجدر أن تكون هناك جهود من الداخل، لا يمكننا دائما أن ننتظر الخلاص من الخارج. أنا أريد من السكان في دارفور أن يلعبوا دورا مهما في وضع حد للنزاعات، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر النزاع. كذلك وبالنظر إلى أننا نتعاطى أيضا مع جائحة كوفيد-19، فذلك لا يساعد. هناك سلسلة من الأخطاء والأزمات التي تقع في الوقت الواحد. ليس لدي حلا محددا، ولكن أتمنى أن يلعب السكان في دارفور دورا أساسيا للسعي نحو السلام بين بعضهم البعض، مما يسهل دور الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة إن أرادت أن تساعد. أستاذة فاطمة، سنستثمر أنك كنت في دارفور، التقارير التي تصل شحيحة ربما بسبب التركيز على ما يجري في الخرطوم. هناك حديث عن افتقار المستشفيات للأدوات وصعوبة وصول حتى المصابين. الوالي السابق لغرب دارفور تحدث أيضا عن عمليات نهب وخطف، كيف تعامل الناس مع ذلك؟ يا سيدي، أنا حضرت أحداث جبل مون، فهي أحداث كانت مؤثرة جدا. فأثناء حضوري إلى تلك المنطقة رأيت ما لا يراه أحد، يعني رأيت لا يوجد سلام هناك. ما رأيته أن هناك أرض تحرق وإنسان يموت وأطفال يشردون في منطقة جبل مون، وهنالك القبلية تستشرى داخل الناس. فالمستشفيات تفتقر لأبسط احتياجات الإسعافية. نحن وجدنا في الطريق إلى جبل مون أحد المصابين، والطريق وعر، يعني الطريق يمكن لجبل مون أقرب لتشات من مدينة الجنينة، هي بتقع شمال مدينة الجنينة. فالمريض حتى يصل إلى ذلك المستشفى فهو يعني انتقل إلى رحمة مولاه. فالمستشفيات تفتقر إلى أبسط المقومات في دارفور. الآن في شمال دارفور هنالك إصابات بفيروس الكبد الوبائي،
النساء يموتون في معسكر زمزم ومنطقة أبو زريقة محلية دار السلام جنوب الفاشر. لا يوجد إسعاف. الوضع الإنساني في دارفور عامة وضع مأساوي يحتاج إلى تدخل. أستاذة فاطمة، الجماعات المسلحة في هذه نعم الجماعات المسلحة لها ممثلين في المجلس الانتقالي وشاركت في الحكومة بعد اتفاق جوباء، لماذا لم تغير هذا الموقف؟ نعم، كما ذكرت لك عزيزي، الذين وقعوا على السلام هم الآن السلطة بأيديهم، ولكن هنالك شيء لم ينفذ بعد، ملف الترتيبات الأمنية. الآن اتفاقية السلام لم ينفذ منها سوى 1%، 1% اللي هي المناصب الدستورية، ولكن أين بقية البروتوكولات؟ أهم بروتوكول هم بروتوكول الترتيبات الأمنية، هو لم ينفذ منه. الآن هنالك عدد من الجيوش في دارفور يحملون السلاح داخل المدينة، هم الآن القوات التي تحمل السلاح من الحركات ينتظرون الترتيبات الأمنية، القوات المسلحة تنتظر الترتيبات الأمنية، هم يقولون قلة المال، والطرف الآخر يقول الإرادة، فنحن أصبحنا لا ندري من الذي يؤخر إنفاذ الترتيبات الأمنية. حتى الذين بيدهم السلطة من أطراف العملية السلمية هم الآن يبذلون جهدا. الآن هنالك عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي دريس موجود بولاية شمال دارفور، وقبل يومين أعلن تشكيل قوة قوامها 3300 فرد من القوات الأمنية وحركات الكفاح المسلح لحماية التفلتات وحسمها، ولكن هذه القوات هي ليست كافية لنشر الأمن للمواطن في دارفور، خاصة بعد خروج بعثة يونيميت التي كانت تشكل حماية كبيرة للمواطن في دارفور. فأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة هم يبذلون قصور جهدهم ويعلنون في كل مرة أنهم جاهزون لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية، ولكن لمن يوجه هذا السؤال؟ من يؤخر الترتيبات الأمنية؟ سيد فوت، منذ أكتوبر نزوح أكثر من 83,000 شخص، نحو 250 قتيل. نعم. كل هذا سيد فوت كيف يؤثر في تعاطي المجتمع الدولي مع الملف السوداني، إضافة إلى ما جرى منذ القرارات التي اتخذها قائد الجيش؟ نعم، أنا أرحب بما قالته الزميلة التي كانت في دارفور وقدمت لدي معلومات لم أكن على علم بها. طبعا المجتمع الدولي الآن يركز على إثيوبيا وإريتريا وعلى محاولة الانقلاب في السودان وأمور أخرى في المنطقة، وكان لدي أيضا تواصل مع المسؤولين عن السياسة الإفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، واجتمعت مع نائب الأمين العام في الأسبوع الماضي. فهناك إرادة طيبة ورغبة لمساعدة السودان، ولكن أين نبدأ؟ هل نبدأ في الخرطوم أو نبدأ في دارفور؟ أين نبدأ؟ نعرف أن الظروف صعبة اليوم، ولكن لا بد من أن يكون هناك حل يأتي من إفريقيا، يأتي من السودان، وتحديدا من منطقة دارفور، بما يساعدنا على دعم أي مسار من هذا النوع. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يجد حلا إن لم يكن هناك تجاوب من قبل السودانيين، خاصة في دارفور. عليهم هم أن يبادروا بمجهود يسعى نحو السلام. مجددا أيضا الاتحاد الإفريقي لابد من أن يفتح المجال للحوار. أستاذة فاطمة، كيف تنظرين إلى حجم ما يجري في دارفور في النقاشات السياسية في السودان ما بين قوى الحرية والتغيير والشارع وحكومة حمدوك وكذلك مجلس السيادة؟ والله الآن في دارفور إذا لم نستعجل فيه، أنا أكرر، إذا لم نستعجل في البدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سيزداد الصراع. وأذكر إليك هنالك أيادي أيضا خارجية وداخلية تعمل على تأجيج الصراع في دارفور، وأنا منذ قدومي إلى الخرطوم يعني كررت كثيرا أنه ضرورة الوعي، السلام السياسي هو سلام على
سلام سياسي على السياسيين، لكن مجتمع دارفور يحتاج إلى سلام مجتمعي، سلام قبول الآخر، سلام تنازل تناسل المرارات، السلام طي صفحة الحرب وفتح صفحة السلام. نعم، المواطن في دارفور هو لا يدري ماذا يحدث. هو يعني أنا في قرية جوزمندي التي تم حرقها تماما. شكرا أستاذة فاطمة، لأن وقت هذه الفقرة انتهى. المحللة السياسية فاطمة علي سعيد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من دارفور، وكذلك سيد ملفين توت خبير والباحث في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لكما.